عاد صدق جايب لكم كاميرا جديدة حق محبين لاين السوني الألفة 6000. اليوم وايد متحمس ان راح نسولف وراح نجرب احدث كاميرا من شركة سوني او احدث اصدار له اللي هي الاي 6700. اعتقد في سنة 2018-19 يعني في هذه الحروة كانت عندي واحدة من هذه الكاميرات اللي هي الالفة 6400، لكن شركة سوني سوت نقلة كبيرة وأبغريد كبير حق هذا اللاين بإصدار هالكاميرا الجديدة اللي هي الألفة 6007. على فكرة الكاميرا مقدمة من شركة سوني علشان نسوي عليها ريفيو وتجربة، لكن من غير أي تدخل من قبلهم إن نسوي هذا الريفيو وأعرضه بشكل اللي أنا أشوفه مناسب ورايي الشخصي في هذه الكاميرا. طبعاً هذه الفئة من الكاميرات تعتبر من الكاميرات الكروب سنسر الـ APS-C، طبعاً اسمه طويل بس هذا النوع من السناسر اللي راكب على هذه الكاميرا، يعني الكاميرا كروب بدقة 26 ميجا بيكسل وتصور 11 لقطة في الثانية. الجميل في الكاميرا ان البطارية المستخدمة فيها نفس البطاريات المستخدمة على كاميرات الفول فريم، بمعنى ان الاشخاص اللي عندهم الكاميرات الفول فريم ويبي انه يحط او يستخدم البطارية الخاصة فيه على الـ A6700 راح يقدر يستخدمها، وهذا يعطي فرصة حق الاشخاص اللي عندهم الكاميرات الفول فريم ان تكون هذه الكاميرا ككاميرا ثانوية ككاميرا بيرول من غير لايحاتي موضوع البطارية. الحين تعال حق موضوع الفيديو، الكاميرا تصور 4K 120 فريم بير سكند، لكن اذا صورت على 4K 120 فريم الكاميرا راح تعمل كروب بواقع 1.5، اذا صورنا على 24 فريم فراح تاخذ السنسر بشكل كامل او حتى 60، مع العلم انها تصور 10 بت 422 على ال 4K، يعني راح تعطينا معلومات كبيره وانفورميشن بما يخص الالوان والمواصفات اللي ذكرناها قبل شوي تخلي الكاميرا ممتازه جدا للفيلم ميكر. جربنا التراكينج حق الكاميرا ممتاز انها تتبع موضوع اللي انا ابي اصوره، وهذا يرجع الى سبب وجود الاي اي او الذكاء الاصطناعي داخل الكاميرا. كانت النتائج ممتازة ان الفوكس ثابت علي مع حركتي السريعة، وحتى من طلعت من برا الفريم ورديت الفوكس ماسك معانا. واهم ميزة في رأي ان كل كاميرا لازم يكون فيها الشيء انه تحتوي على سالفة الفليب سكرين عشان تخدمنا في مواضيع الفلوغينج والفناتيك. فحاليا قاعد استخدم الكاميرا نفسها، طبعا لو تلاحظون في بداية الفيديو الانترو انا استخدمت نفس الكاميرا بشوف ادائها بشوف شون ان انا اتعامل معها واستخدمها في تصوير الفلوغات وانا بصور نفسي، خصوصا ان الشاشة الموجودة عليها تاتش بالكامل، تقدر تتحكم كل الاعدادات اللي انت تبيها من الكاميرا من خلال التاتش سكرين، وكذلك انك تقدر تشبكها على جهازك الذكي وتبدي تتحكم في الكاميرا بشكل كامل. تقدر تشبكها على اي جهاز ذكي ومن خلال التطبيق الخاص في الكاميرا تقدر تتحكم في جميع الفانكشن الخاص في الكاميرا بتحديد الايزو، الوايت بالانس، الشتر، حتى في بعض الاعدادات البسيطه اللي تخدمك اذا انت تبي تصور سيلفي راح تلاقيها موجودة داخل هذا التطبيق، وبالإضافة أن أي صورة أنت تصورها أو الفيديو أنك تسجله راح يدش دايركت بملف الصور الموجود داخل جهازك الذكي. مو ضروري أنك تاخذ المايك الخارجي هذا، مع أنه راح يخدمك وايد أن إذا تبي تلتقط صوت نظيف، لأن الكاميرا فيها بلت إن مايك. أمانة قاعد أدور المايك ما أدري وينه،
إلى أن اكتشفت أن الكاميرا فيها فتحات خشب. حلوة الفكرة أن يكون المايك موجود فوق العدسة وأمام الكاميرا. كون المايك موجود في هذا المكان راح يلتقط الصوت من الأمام بدقة أكثر من أن يكون المايك فوق الكاميرا، فيبدي ياخذ الأصوات المحيطة الموجودة في المكان اللي أنا قاعد أصور فيه. حالياً قاعد أستخدم المايك البلت إن الموجود داخل الكاميرا. طبعاً أنا ما قاعد أسمع الصوت، لكن أنتوا راح تقررون هل الصوت جيد أو لا. أنت راح تقرر. البادي حجمه مناسب للشيل والقرب عميق انك تمسك الكاميرا باحكام، وكذلك فيها مدخل USB-C من خلال انك انت تشحن البطارية او الكاميرا، وايضا تنقل المعلومات من الكاميرا الى الكمبيوتر. تحتوي على مدخل واحد المايك ومخرج واحد للهيدفون، تشيل ميموري واحد SD، وكذلك تحتوي على مايكرو HD حق الاشخاص اللي يحبون يركبون عليها شاشة خارج. ذكرنا وايد مميزات حق الكاميرا، لكن في شغلة انا ما حبيتها، الفيو فايندر محطوط في مكان نوعا ما يعيق الواحد اذا بيصور بالطول، اللي هو على طريق البورتري. انا شخصيا احب ان اصور من خلال الفيو فايندر، والفيو فايندر في التصوير قاعد يعطيك اريحية اثناء التصوير، بالإضافة إلى أنك أنت قاعد تكون الصورة بشكل صحيح، لأنه قاعد يعزلك عن المحيط اللي أنت موجود فيه، أنك مجرد قاعد تركز في الموضوع اللي أنت قاعد تصوره. لحظة لحظة، ترى ما نبي نسوي دعاية حق قهوة. الفيديو اللي قبل شوي كنا مجرد نبي نجرب ان اذا صورنا على فريم عالي ونستخدم معاها اللي هي الانبادي ايمج ستابلايز، صراحة كانت النتيجة وايد حلوة، مثل ما احنا شفنا ان فعلا الكاميرا من غير ستراب خصوصا مع الحركة السريعة. وبدأت ان اصور حتى في ايد واحدة، انا قاعد اصور بايد واحدة وبالايد الثانية قاعد اتحكم ابي اشوف شلون راح يطلع معي الفوتج. صراحة النتائج كانت بالنسبة لي مرضية وعجبتني النتائج، خصوصاً أنا قاعد أستخدم الكاميرا بإيد واحدة. السؤال، شلونه في الإضاءة الضعيفة؟ سوني من الكاميرات اللي معروف إنها جداً قوية في الإضاءات الضعيفة، وسوينا تجربة بسيطة بنشوف إيش كثر إن أنا أقدر أرفع في الآيزو إنه من غير ما تحبب معاي الصورة. هذه التجربة كانت بسيطة، أنتوا قاعد تشوفون حالياً النتيجة وأنت تحكم هل هي أوكي في الإضاءة الضعيفة أو لا. طبعاً رفعت الآيزو بشكل كبير عشان أبي أشوف إلى متى تكون معاي الصورة نقية من غير أي نويز أو التحبب اللي أنتوا قاعد تشوفونه. أضافوا على الكاميرا ميزة الذكاء الاصطناعي اللي هو الأوتو فريمينج، وهالميزة تخلي الكاميرا تتبعك لكن بعمل كروب للمشهد، وانت تحدد نوعية الكروب اللي تبيه للمشهد، هل تبيه انها تكون كلوز عليك او تبيها وايد او تبيها ميد، على حسب فكرتك في التصوير وعلى حسب المشهد اللي انت تبيه تصوره. هذا الميزة راح تساعدك بشكل كبير انك انت تستخدمها، خصوصا اذا انت قاعد تسوي ريفيو او انك قاعد تصور فلوج وما في احد قاعد يساعدك. فهذه الميزه الموجوده داخل الكاميرا اعتبرها جدا ممتازه، معطيني الكاميرا تقريبا فيها وايد اوبشن، وعشان يكملون هذا الاوبشن حق الاشخاص اللي هم اليوتيوبر او اللي يحبون يطلعون دائما ستريمينج اونلاين، انه يستخدم هذه الكاميرا دايركت من غير لا يستخدم اي كرت خارجي، مجرد انه يوصل الكاميرا على الكمبيوتر ويبدا يسوي ستريم. فبنهايه هذا الريفيو أشوف أن هذه الكاميرا جداً مناسبة حق الأشخاص اللي توهم يبون يبلشون في مجال التصوير الفوتو أو الفيديو، لأن في نظري أعتبرها سيمي بروفيشنال على الأوبشنز الموجود فيها، على المواصفات الموجودة داخل هذه الكاميرا، أو الأشخاص اللي هم دائماً يصورون بشكل يومي مستمر كحياتهم اليومية كبلوج أو صور بشكل يومي عشان ينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب. كل الشكر لشركة AB World وشركة سوني إن أعطونا هذه الكاميرا نسوي عليها هذا الريفيو البسيط الصغير، وأتمنى ما أطلت عليكم وإن أفدتكم في معلومات كثيرة عن هذه الكاميرا الجديدة من شركة سوني اللي هي الألفا 6700.